السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان أخوات الكرام، متتبعي قناة أبو ريان لتوظيف الهجرة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم كاملين أخوتي الأعزاء، مرحبا بمتتبعين الأوفياء، وتحياتي للناس الجداد اللي التحقوا بالقناة. إذا كنتم أحسنتم أخوتي أول مرة غتشاهدونا، ونعطوا زر الإشتراك، فعلوا زر الجرس باش أحسنتم توصلوا بكل ما هو جديد. إذن إخوان، في هذا الفيديو غادي نعطيكم جميع البرامج الحالية اللي مفتوحة، اللي يمكن لكم أنكم تسجلوا فيها وتحصلوا إن شاء الله على عقد عمل وتهاجروا لكندا. برامج اللي هي سهلة، ما كاينش الشروط اللي هي معقدة، برامج اللي كنصحكم أنكم تسجلوا فيها وتستغلوا هذه الفرصة باش تحصلوا على فرصة إن شاء الله الهجرة لكندا. إذن كاين بزاف ديال البرامج اللي غادي نشارك معكم، فكما كتعرفوا قناة أبو ريان للتوظيف والهجرة، يعني ولينا كنديرو خدمات ديال إنشاء أولا الكرياسيون ديال السيفي كنديان بروفيسيونيل، لي ليتر دو موتيفاسيون بروفيسيونيل، وكنديرو لانسكريبسيون في لي بروغرام ديميغراسيون من لي سيت أوفيسيال ديال المقاطعات الكندية. دونك فوالا، كنشوفو لي بروغرام اللي هما ساهلين، مكنمشيوش دوك البرامج اللي هما معقدين ولا طالبين بزاف الشروط، فقط البرامج اللي ساهلين واللي كيكونوا ضمانين ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيسول على عقود عمل، فاحنا ما كنوفروش عقود عمل، ما كنوفروش لي فيزا، فقط كنكريو لي سي في كنديان، كنكريو لي ليتر دو موتيفاسيون، كنصيبو لك لي دوكيمون ديالك بروفيسيونيل، كنقدمو لك الطلب ديالك، وكنديرو معك سويفي ديال البروفيل ديالك. فوالا، دونك هذه هي الخدمه اللي كنديرو فقط. والحمد لله راه بزاف الناس اللي توصلوا بلي كونفوكاسيون، بزاف الناس اللي حاليا كيتسناو ان شاء الله باش يدوزوا المقابلات، فنتمنى لهم التوفيق ونتمنى للجميع ان شاء الله يكونوا لي بروفيل ديالهم مقبولين. اذا غادي نبداو باول برنامج الاخوان، اللي هو برنامج ديستيناسيون كندا، او البروغرام اللي مفتوح حاليا غني على التعريف، ديستيناسيون كندا ايديوكاسيون. هضرت عليه بزاف ديال لي فيديو اللي حاليا راه مفتوح. هذا بالنسبه للناس اللي كيزاولوا المهنه ديال التعليم او ليديوكاسيون لونسينيمون، دونك طالبين الناس ديال المستوى التعليمي بريمير اي سيكوندير. كما كتلاحظوا غادي يكونوا مقابلات نهار 1 ونهار 2 مارس 2024، ما فيها باس نعاودو نذكرو من جديد بالنسبه للناس اللي التحقوا معنا جداد. بالنسبه للانسكريبسيون، راه ديجا لي زانسكريبسيون ديجا ولا دائما مفتوحين، فكنقدموا لكم الخدمه ديال التسجيل في البرنامج. سي في خصو يكون بيلانك فرونسي اونجلي، ليتر دو موتيفاسيون حتى هي بيلانك، بروفيسيونيل بيان ديتايي باش يكون الحضور، يعني يكون الحظ ديالكم كبير ويكون ان شاء الله البروفيل ديالكم مقبول بنسبه كبيره. فوالا، بالنسبه للشروط، اذا كانت عندك خبره في المجال او ليكسبيريونس يعني في الدومين ديال ليديوكاسيون، يمكن لك انك تقدم. إذا كانت عندك ليكسبيريونس يعني من عام الفوق، يعني واحد المدة طويلة في الدومين ديال ليديوكاسيون، فكون أكيد أخي أختي الكريمة أن الطلب ديالك غيكون إن شاء الله مقبول، تحصل على كونفوكاسيون وتحصل على إن شاء الله على مقابلة اللي غادي يكون كما قلت لكم في لو 1 دو مارس 2024. لي زانسكريبسيون مازال مفتوحين إن شاء الله حتى لشهر 2. هذه بالنسبة ل ديستيناسيون كندا. برنامج آخر اللي هو ديال نيو برانزويك، مقاطعة ديال نيو برانزويك، راكم عارفين كاملين حاليا دايرين برنامج غادي يكون حتى هو فيرتويال، هو فيرتويال اون لين ان شاء الله، غادي يكون في 26 فيفري 2024. الناس ديال الصحة، الناس كيخدمو كديزانفيرميي و ديزانفيرميير، ميسيون دي ريكروتمون دون لي سيكتور دي سوا انفيرميير ولا انفيرميي لي ذكور واناث، يمكن لكم الان ديرو لانسكريبسيون بالنسبة لهذا البرنامج. اللي عرف يتسجل فيه يدير لانسكريبسيون ديالو، يتوكل على الله يقدم طلب. اللي ما عرفش فراه كنديرو لانسكريبسيون في هاد لي بروغرام ديال نيو برونزويك. الا كنتي كتزاول المهنه ديال ممرضه ولا ممرضه، فيمكن لك انك تواصل معنا ونقدم لك ان شاء الله الطلب، ونتمنى ان شاء الله يكون طلب مقبول. فطريقه تقديم رساله الاخوان، مازال راح نحط لكم دي فيديو ان شاء الله ونشرح لكم بالتفصيل كيفاش تعمروا لي فورمولير وكيفاش تقدموا الطلب ديالكم بطريقه صحيحه. كاين برنامج اخر اللي هو اريما، حتى هو كنسجلوا فيه. برنامج اريما اللي كيطلب منك يعني التيست، يعني فيه بعض الشروط اللي هي شويه ما يعني خص نقولوا، نقدر نقولوا معقده،
اولا وفيه عاوتاني يعني باش البروفيل ديالك ولا الدوسي اللي كيتقبل كياخد شويه الوقت، خاصك تيست دي لونغ وكيطلبوا الشهادات ديال الخبره شهادات العمل بزاف ديال لي دوكيمون. ولكن هذا برنامج اللي هو مزيان وزوين بحال الشكل ديال القرعه ديال قرعه كندا. دونك الى البروفيل ديالك تقبل راه كيتهز، يعني كتهز انت والعديد ديال الناس. دونك راه كيديروا في مثلا تقريبا كل شهر كيديروا واحد كيهزوا واحد العدد ديال لي بروفيل، كيكون داكشي على حساب النقاط الا كنتي مزواج كان عندك وليدات، على حساب الكومبيتونس ديالك داكشي باش كتهز النقاط ديالك وباش يكون البروفيل ديالك يعني مقبول بواحد النسبه كبيره. دونك هذا الفيديو هذا البرنامج حتى هو غندير عليه واحد الفيديو ان شاء الله ونحط لكم في قناه اللي عرف يتسجل يتوكل على الله، اللي ما عرفش راه يتواصل معنا ونكريو لي ان كونت نقدموا ليه ان شاء الله طالب هو الزوجه ديالو والوليدات، ولا الزوجه يمكن لها انها تسجل وتجواني مع الزوج ولا الرفيق ديالها والوليدات ديالها. بالنسبه للبرنامج التالي اللي هو كيبيك اون تيت، هذا حتى هو موقع تابع للمقاطعه ديال كيبيك ناطقه باللغه الفرنسيه، ما فيه شروط بزاف طالبين فيه بزاف الناس اولا بزاف تخصصات، اغلبيه الناس المهنيين اللي كيزاولوا في كالمجال ديال كنتي كدير في مثلا سودور ولا في مثلا الكتريسيان، كنتي كتخدم بلومبيي، كنتي كتخدم بناي، الناس كيخدموا في جليج، كنتي كتخدم كسائق مهني بوالوغ ريستوراسيون لوتيلغي، هاد لي دومين كاملين مطلوبين، فقط يكون عندك ديبلوم اولا تكون عندك ليكسبيريونس من عام الفوق يمكن لك تسجل في هاد البرنامج اللي هو سهل وكيتهزو فيه الناس بزاف. كاين البرنامج الموالي اللي هو ديال لابرادور، هاد البرنامج اللي غادي يكون المقابلات في لو 24 جانفي 2024، هذا حتى هو كنسجلو فيه حاليا طالبين فيه بزاف ديال لي سيكتور داكتيفيتي. الوغ نعطيكم بعض الامثله ديال لي دومين اللي مطلوبين. دونك طالبين الناس ديال لاغريكولتور، دونك كما كتلاحظوا عفوا لادمينستراتيف لاغريكولتور لاكواكولتور لافياسيون، الناس اللي كيخدمو في كونستركسيون ليدوكاسيون التعليم لانجينيوري فينانس ايكونومي لوسبيتاليتي، الناس اللي كيخدمو في دومين ديال الصحه تكنولوجي دو انفورماسيون اي دي كومونيكاسيون TIC fabrication un métier spécialisé travailleur social transport الا كنتي كتخدم دومين اخر فكتختار هنا اوتر دومين وكتمونسيوني الدومين ديالك. هاد البروغرام حتى هو كنسجلوا فيه الاخوان اللي بغيت تسجل فيه مرحبا. كاين بروغرام اخر اللي هو ديال بريتيش كولومبيا اللي هو هذا، حتى هو طالبين فيه الناس بزاف من خارج كندا، برنامج زوين ورائع وما فيش شروط بزاف، يكون اما يكون عندك ديبلوم في واحد لو دومين اولا تكون عندك اكسبيريونس من سنه فما فوق يمكن لك تقدم هذا البرنامج. الوغ كنعمروك الفورمولير كنقدموا لك الطلب ديالك، كنجوني في السيفي ولا لا ليتر موتيفاسيون كنعمروك الفورمولير بطبيعه الحال يعني بالزانفورماسيون ديالك، كتوصل بالكونفيرماسيون في الجيميل ديالك، ابخي ملي كتقبل كنكملوا معك لي زيتاب ديال يعني الدوسي ديالك باش حتى كتحصل ان شاء الله على عقد عمل وكتهاجر لكولومبيا البريطانيه. اذا هادو هما البرامج الاخوان، كاين بزاف بزاف ديال البرامج فشاركت معكم فقط يعني واحد البعض يعني البعض من البرامج اللي حاليا مفتوحين وهادشي اللي كان الاخوان. اي واحد بغى يتسجل مرحبا به، غنحط لكم لي ليان كاملين ديال هاد البرامج وديال المقاطعات، دخلوا ليهم تكريو لي كونت تسجلوا، واللي خاف انه يدير غلط يعني خص يكون داكشي بيان يعني يكون داكشي بيان ديتايي ويكون يكون لي زانفورماسيون صحاح ما يكونش اخطاء. فلذلك اللي ما عرفش اولا ما عندوش الوقت باش يتسجل يتواصل معنا ونكريو ليه ان شاء الله دي كونت ونقدموا ليه طلب ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. اذا اخوان هادشي اللي كاين، نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. كان معكم ابو ريان، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.